مثل هذه التصرفات قد تكلف الكثير. إشارات ضوئية تنبيهية تبدو للبعض عادية، لكن عواقبها قد تكون وخيمة. هذه الظاهرة فإن كان يعتبرها البعض كتضامن فيما بينهم، إلا أنها في الواقع مما أخطر مما يتصور الجميع، إذ أنها تلفت انتباه المجرمين السالكين لنفس الطريق لوجود قوة أمنية، وبالتالي تمنحهم الفرصة لتغيير المكان والفرار لوجهات أخرى، وبهذا يعتبر المنبه شريك في الجرم. من الجرائم التي نعاني منها اختطاف الأطفال، وقد تساهم هذه الإشارات في فرار الخاطفين. على إثر معلومات وردت إلى مصالحنا وبالتنسيق مع مركز العمليات وبفضل التواجد الدائم والمستمر للدرك الوطني بإقليم مجموعة بازا في مختلف المحاور والطرقات، قمنا بتوقيف المشبوه فيه، وبعد التفتيش الدقيق للسيارة تم العثور على طفل مختطف، أين تم على الفور توقيفه. نبه خوتي السائقين باللي ميم كي تكون في لوطوروت راح تنبه واحد بكود فار باش ينقص لافيتاس ما يحولوش البيرمي، راح تكون الديكا تاعو اكثر من البيرمي، راح تكون في اختطاف طفل ولا ديتورنومون تاع دروغ ولا يعني حاجه اللي راهي كراف كو البيرمي. وفي هذه الظاهرة تعرقل مهام أفراد الدرك الوطني في إطار المراقبة العامة للإقليم، وبالمقابل فهي تسهل فرار المجرمين المبحوث عنهم أو كذا المهربين. هو نداء للحد من هذه الظاهرة وتحلي السائقين بالحس المدني والعمل على عدم عرقلة الجهود الأمنية لقمع الجرائم بمختلف أنواعها.